الناس اللي يتكلموا على الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي انا بغيت نعبر عليه بالتعبير، قضيه ديال الشذوذ الجنسي باش ان راجل يتزوج براجل هذه حريه حيوانيه. لا هذه حريتهم فعلوا ما تشاءوا، غير قضية اسمع غير باش يعني الحريه ما عم اللي كنا حنا كنقراو في الثانوي كانوا يعلمونا في الفلسفه ان تبتدئ حريتي عند نهايه حريه الاخر، وحريتي انا في المعتقد ما تشوش عليا المعتقد ديالي، ما تشوش عليا. واش الخلل راجع الى الذي يشوش ام الى اهتزاز عقيده المشوش عليه كما يزعمون؟ غير دابا الناس بحال هؤلاء الذين عبروا، هادو عبروا بالفطره. كاين ناس انا كنسمع لا اسمع استاذ، لا في احترام متبادل. وزيره فرنسيه كانت كتكلم على شي موضوع من المواضيع، فانكرت على الصيادلة الذين يعني يشهرون أدويتهم بصور نساء عاريات، فهي تنكر لماذا تختارون المرأة، أليست لهذه المرأة مكانة حتى تعرضوها لنشر بضاعتكم؟ هذه امرأة فرنسية صليبية كاثوليكية أو أرثوذكسية أو سميتو. فحريتنا أنا الله يرضي عليكم خلي الإسلام في الثقة، الإسلام لا خلل فيه، الخلل يعني في الفهم، أنا كنقول في الفهم. فقضية ديال يعني قضية ديال الشذوذ هي مخالفة فطرية، مخالفة للمرأة، تأتي المرأة أو الرجل يأتي الرجل أو أكبر من ذلك الرجل يأتي البهيمة، يأتي الحيوان. انا استاذ الله يرضي عليك استاذ الكريمه، احنا كنتحاور. انا بغيت راه ممارسه جنسيه، هذيك لاشباع الغريزه. شنو الممارسه الجنسيه؟ هي ممارسه لاشباع غريزه، سواء عن طريق الممارسه المباشره او عن طريق الاستملاء اللي هو الماستيرباسيون، او عن طريق اتيان حيوان او كلب او حيوان. هنا في يعني في بعض عندنا في المجتمع ان كاين الذي يروض يعني الكلاب على المراسله الجنسيه. احنا كنتكلموا على حقائق يجب يعني الا بغينا نسفوها ولا بغينا نلغيوها بحقيقه نرجعوا لهاد النقطه. نسمعوا الا سمحتي التعقيب ديال سهام ولكن بشكل مقتضى. انا بغيت نقول واحد الحاجه، حيت الاستاذ عمر هضر بزاف على اننا خصنا نهضروا على هذا الشيء ديال الحريات، ولكن يعني بواحد الغلاف مغربي من العادي، وعطى بزاف ديال الامثله ديال الدول الغربيه، والاستاذ عاود عطى امثله ديال فرنسا زعما حتى ديك المجتمعات. وفيت هما يعني كيطلبوا منا اننا نبقاو مغاربه، حنايا راه كنظن في الحوار ديالهم جبنا حتى مجتمع غربي، هادشي اللي كنشوفوه اليوم كنشوفوه متماشي مع العقل ديالنا ومع المنطق ديالنا، سواء يكون قالوا مسلم ولا يكون قالوا بودي ولا غربي ولا، حنايا كنامنوا بالانسان فيما كانت والافكار الصالحه فيما كانت. هذه نقطه. نقطه المراه السلعه، انها الوزيره اللي قالت ان المراه ما خصهاش تطلع عريانه، هذيك لها علاقه بالدين. انا حاكي ليس حاكي، وحتى انا متفق ان المراه ماشي سلعه، هذه المهم هذه كنتفقوا عليها. وصلنا الدين صراحه فاجأني، حيت كانوا كيقولوا ان الاسلام دين سامح وزعما كيتقبل كل شيء، وهو في الخطاب ديالو كان عدواني بزاف. لا 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 اتهم الناس بالشذوذ وبالمرض، طونديك اطباء اللي ساهرين على المنظمه العالميه للصحه خرجوا قرار على ان الميتيه الجنسيه ماشي مرض، وهذوك الناس سويين وما فيهم حتى حاجه، ولكن هذاك اختيار. دونك صراحه فاجاتيني. انا مشي انا كلامي هذا، انا اتحمل مسؤوليته. الاطباء يتحملوا المسؤوليه. باش نناقش الثنائي الا سمحتي تفضلي باختصار. انا كنظن ان كل واحد يهدر في التخصص ديالو، داكوغ. الناس اللي كيخدموا في المجلس العلمي ما كيقراو لا حقوق الانسان ولا طب ولا اقتصاد ولا لا كلام باطل. الناس العلماء
منفتحون على جميع الثقافات. كنقول الفورماسيون اللي كيتخرجوا لا فورماسيون باش يدخلوا للمجلس العلمي.